القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. أكثر من 20,000 مريض سكري في محافظات الضفة الغربية أصبحوا يفتقدون دواء الأنسولين الخاص بالسكري بسبب نفاذ كميات كبيرة منه من مخازن وزارة الصحة. الوزارة قالت في وقت سابق بأن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة تسببت في النقص الحاصل، وأن العمل جار على توفير 5,000 زجاجة من الدواء، غير أن كل المحاولات من أجل الاطلاع على مزيد من التفاصيل من وزارة الصحة حول الموضوع باءت بالفشل. ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى نسبة تقارب 15% من المجتمع الفلسطيني يعانون من السكري. رغم الخطورة الكبيرة التي يشكلها نقص الأنسولين بالنسبة لمرضى السكري، غير أن هناك من يقول بأن التعامل مع هذا المرض يكون بالوقاية أكثر من العلاج. المعهد الوطني لمرضى السكري الذي افتتح حديثا لتقديم العلاج لمرضى السكري يعتبر أن الوقاية واتباع السلوكيات الصحية من قبل المرضى ذو أهمية بالغة، هذا رغم الحاجة اللازمة لدواء الأنسولين. مريض السكري النوع الأول يعتمد اعتمادا كليا على الأنسولين للاستمرارية في الحياة، أما بالنسبة للنوع الثاني فهو ضروري أيضا في حالة فشل العلاج في الحمية والأقراص نضطر لإعطاء المريض أنسولين. ويعمل المركز على تقديم خدمات لعلاج ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بمرضى السكري من فحص مبكر وضغط ودهنيات وتغذية وأمراض السمنة للكبار والصغار. التوعية والإرشاد والتغذية، يعني نقدم نصائح، يوجد عندنا أخصائي تغذية، كما نقدم علاج مرضى السكري النوع الثاني والأول، وهناك مختبر وقسم للعيون. وإلى جانب النقص الحاصل في دواء الأنسولين، فإن مرضى السكري في شهر الصيام يتعرضون لبعض المضاعفات نتيجة عدم مراعاتهم للأنماط الصحية في تناول الطعام والحلويات، أمر يزيد من دور التوعية في التقليل من المخاطر التي قد تواجههم. أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.